المجلس يعني، واي حد مهتم بان هو يعمل بحث او تقرير عن المراه بيجي عندنا المكتبه. البارتيشن الثاني مكتب شكاوى المراه، وهو بيقدم خدمات استشاريه، استشارات قانونيه ودعم قانوني ونفسي للسيدات لو محتاجه انها تعرف تروح فين لو تعرضت لاي مشكله من المشاكل يعني. والجزء الثالث عندنا عباره عن عرض المركز، يعني المنتجات اللي بتتعمل من خلال مركز تنميه مهارات المراه. ده مركز بيهتم بالتطوير وتدريب المراه على الحرف اليدويه، واحنا هنا عاملين ورش تفاعليه في المعرض. عملنا اول كام يوم كان عندنا رسم على القماش، وبنعلمهم ازاي يعرفوا يتقنوا مهاره الرسم على القماش، والفتره دي عندنا مهاره صناعه القفاز. هو عموما الاداره العامه لمكتب الشكاوى تبع المجلس القومي للمراه، احنا موجودين في 27 محافظه على مستوى الجمهوريه طبعا، في كل فروع المجلس القومي. احنا موجودين هنا في جناح المجلس، بنعرف الجمهور وبنعرف السيدات المترددات على الجناح بايه المكتب، الخدمات المكتب، ويقدر يساعدهم بايه، ويقدموا الشكاوى ازاي. يعني احنا عندنا خط ساخن بنقدر نستقبل عليه الشكاوى من 9 الصبح ل 9 بالليل، موجود على مدار 12 ساعه. بما انها مدرستنا بقى، فاحنا بنتكلم عن ركن المراه. ده الركن الخاص بالمراه، والمنتجات اللي حضراتكم طبعا هتشوفوها ورايا دي خاصه بمدربين كتير بيدربوا سيدات، وده ناتج شغلهم، يعني دوت شغل سيدات امهات مصريين. عايزه اقول لحضرتك ان المجلس القومي للمراه عامل شغل في منتهى الجمال جدا، تحت بقى عناوين كتير، يعني في ورش بيقدموها، ودي ورشه من ضمن الورش. في كل ما تتخيليه من ورش موجوده، نحاس، جلود، ازاز، تطريز، كل حاجه موجوده. ودي ورشه من الورش انا بقى بقدمها انا المدربه بتاعتها، ورشه عرايس قفازيه. بنصمم العروسه القفازيه، هنا بقى دورنا في المعرض انها تصممها بنفسها، بتقعد تخيطها، تقعد معايا 3 ساعات او ساعتين ونص لو هي شطوره، وتخلصها وتاخدها معايا وهي ماشيه. فده شغلنا المره دي بقى في المعرض. ولكن العروسه دي هي عروسه قفازيه، والعروسه القفازيه هي عروسه توعويه. المجلس عمل منها اكتر من 700 عروسه. العرايس دي بتنزل للقرى والنجوع والاماكن البعيده شويه عن اي توعيه، وبتقوم بدور التوعيه على لسان الناس اللي بينزلوا، من خلال بقى بنوتين حلوين فصيله ورشيده، واتعمل كمان منهم عرايس كبيره، واتعملت لهم عروض في محافظات مختلفه، وبينزلوا ينصحوا الناس بقى كل مره موضوع مختلف.